خلينا نروح كمان لحاجة تانية ليها علاقة بالاقتصاد يا شاذلي. الموقع الأمريكي الشهير بيزنس انسايدر وضع مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الأفريقية، وقال إن الاقتصاد المصري هو اقتصاد مثالي للمستثمرين بسبب الإصلاحات والحوافز الكثيرة اللي بتتقدم للاستثمارات. خلينا نشوف التقرير. الموقع الأمريكي بيزنس انسايدر وضع مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الإفريقية، موضحاً ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2022. وقال إن الإحصاءات توضح أيضاً أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار. التقرير أشار كذلك إلى أنه بالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نمواً في عام 2021، وذلك بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صادرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية، واصفاً الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد مثالي للمستثمرين. كما أن عملية الإصلاح الاقتصادي دفعت مصر لأن تحتل المركز الثالث بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري من حوالي 362 مليار دولار في العام المالي 2020-2021 لحوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. الإصلاح الاقتصادي بدأ في 2016، وفي الحقيقة كان في 2020 الجائحة أو جائحة كورونا اللي العالم كله واجهها، لكن مصر قدرت إن هي تتخطى هذه الجائحة بوضع يمكن استراتيجيات قدرت إن هي تتفوق على جائحة كورونا في زيادة صادرات في سلع في الحقيقة كانت مختلفة بالنسبة لنا، بترولية أو غير بترولية، انتعاش كبير كمان في قطاع زي قطاع السياحة يا شاذلي. ففي الحقيقة إحنا مش إحنا بس يعني، لا إحنا يمكن حاجة زي بزنس انسايدر وفوربس وحاجات كتيره قوي اشادت باداء الاقتصاد المصري. صحيح، وده ناتج عن ايه؟ زي ما قلتي، برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي طبقناه في 2016، وانت عندك مقومات مهمه جدا في مصر وعوامل جذب للمستثمرين. زودت الكلام ده بايه؟ بحوافز للمستثمرين. المستثمر بيجي وهو مطمن، فبالتالي لما يتم اختيار مصر ضمن افضل 10 وجهات استثماريه فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لمصر. هيكون في فرص عمل، هيكون في شغل كتير في مصر نتيجه الاستثمارات اللي موجوده. فطبعا ودي بالمناسبة زي ما كانت بسنت بتقول مش أول إشادة، وإن شاء الله مش هتكون الأخيرة.